كل مرة يقع في ورطة. كل هذا بسبب الفوضى. يخرج منها بعد أن يتعلم درسا في الحياة. سأصلحه الآن. كايو فتى لطيف يحبه الجميع ولا يستسلم للمشكلات. إن إزالة الأعشاب الضارة عمل صعب. شكرا كايو. كايو لا تدع إخفاقك يثني عزيمتك. سأواصل هذا التدريب حتى أصبح متزلجا بارعا. فلولا الخطأ لما عرفنا الصواب. كايو الحلقة التالية على بنتون. كونان محقق سبيستون الشهير، المقاتل النبيل رمز الخير، أنا وأختي، أعمال حفرت في ذاكرتنا. في العدد الخاص من أعمال لا تنسى، سي دي لأجمل الحلقات وأكثرها متعة وتشويقا، هديتك بوستر لأبطال سبيستون ونجومها، ومفاجأة العدد تيشيرت لأشهر شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك، ارتدها وانطلق مع الصيف وحماسته. كل هذا تجدونه في العدد الخاص من أعمال لا تنسى. صورة أشطر واحد بالتمويه. غسالة، آلة قص ورق، قماش التنظيف، مستر عطرة، ورق تخين، لا لا سبونج بوب، كل هذه الأشياء وأكثر بعد. رائع رائع. في الأوقات التالية على كوميديا. مل يومك شوكولاتة مع كيلوكس كوب. العرض سيبدأ، لا تنسوا زبدية كوكو بوبس. والأناقة لمسات الآن بمركز التحلية التجاري جدة. سندوتش جامبو لو سمحت. سندوتش جامبو عايزه كبير وبيشبع. سندوتش جامبو كبير وبيشبع. املا كاتشب لو سمحت. سندوتش جامبو مليان آيس كريم فانيلي. ممكن السندوتش يكون محمص؟ سندوتش جامبو طبقتين من البسكويت مليانين شوكولاتة. ياريت يعني تحطولي في كيس. سندوتش جامبو شكله ما تقدرش تقاوم اللي جواه. انت بتتكلم عن ايه؟ ساندويتش جامبو، ساندويتش الايس كريم اللي ما تقدرش تستغنى عنه. ليك في الايس كريم يبقى ليك في جامبو. عدنا. يبدو ان هذا الحصان لا يريد ان يمتطي احد ظهره أن يجري كما كان يفعل أخوه الأكبر، فماذا سنفعل يا حنين؟ حتى لو أنه أصبح بطلاً؟ يقول إنه لا يستطيع أن يصبح بطلاً. معه حق، فهو سمين ولن يفوز في السباق. انظروا من أتى. تحدثان يا زقزوق. سأترجم ما يقولانه بسرعة. أطلب إليك يا